وفد الآلاف من المؤمنين إلى كنيسة الخضر الواقعة في بلدة الخضر جنوبي مدينة بيت لحم. هذه البلدة مقرونة باسم القديس جيريس الذي يعرف بالخضر. هذا وقد ترأس المطران ثيوفانوس مطران جرش والأب جورج شهوان القداس الاحتفالي بحضور المئات من المؤمنين الذين أتوا من مختلف المناطق، والذي يستمر التوافد طوال الأسبوع. في كنيسة الخضر يضيء المؤمنون الشموع نذراتهم ويأخذون الخبز المعروف بالقداس لنيل البركة، بالإضافة إلى سوار قديم مصنوع من الحديد يقيد به 3 مرات على التوالي لطلب الشفاعة ومنع المرض وأخذ البركة، وكذلك تلبيس الأطفال لثوب الخضر. في كل بيت نجد صورة للقديس جيورجيوس يحمل سيفاً على حصان وهو يقتل التنين. هذا القديس ابن هذه الأرض الذي رفض قتل المسيحيين بأوامر من الإمبراطور، والذي تمسك بالدين المسيحي كلفه حياته، إلا أنه بقي حياً. وبعد الانتهاء من القداس جرت دورة حول الكنيسة. وخاصة هون في البلد الخضر يسي رمز لس هذه الكنيسة وجنب الجامعة والناس حوالي المسلمين وبيحترموا الكنيسة، وخاصة بيعملوا تقديمات للكنيسة وكمان مناسبة فرح للكل. هذا رمز للكل، إن شاء الله نعيش بالأياد الكنائس نشوف اشتراك الناس وتدامن، وكمان بصير أقوى بالإيمان ونشوف كلنا البلد أيام أحسن، سلام النفس طبعا بس سلام للعالم ونعيش حسب إرادة ربنا كلنا. بيشوفوا مسلمين ومسيحية بيجوا، المسلمين باسمه خاضر، المسيحية باسمه خاضر مارجيريس نفس الشخص، وهيك يكون واحد عيد لكل فلسطين من عبادة اللي كديس إلينا بعد تنين كنائس تبا مرجيريس القادر الوليد عبادته إلى ياد تنين خدول مرتين بالثاني. بيحتفل المسيحيين حتى والمسلمين بهذا اليوم، لأنه الخضر عليه السلام مش فقط المسيحي اللي بآمن فيه وبعجائبه، أيضا المسلم. يعني إذا إحنا بندخل جولة اليوم في كنيسة الخضر منشوف المسلم والمسيحي بيصلوا وبطلبوا من سيدنا الخضر عليه السلام إنه يساعدهم. وغير هيك أنا طبعا من هنا من أمام هذه الكنيسة بحب أعيد على جميع، كل سنة بنيجي بنشارك الطوائف المسيحية وإخوتنا المسيحيين في عيد الخضر وفي والأعياد الأخرى. هذا العيد هو عيد وطني بامتياز و عيد لكل الفلسطينيين. هذا الدير في بلدة مسلمة ولكن داخله راهب وداخله دير للمسيحيين، نعتني بهذا الدير ونحافظ عليه ونهتم به، ونأتي دوما لمشاركة الابتسامة والفرحة لجميع الطوائف المسيحية، وكل عام وانتم بألف خير. لأخواننا المسيحيين اللي بيجوا على الخضر يصلوا على الكنيسة، وبعدين هذا عيد الخضر مشهور في كل فلسطين وكل العالم، حتى السفن في اليونان بتكف في عيد الخضر، وهذا عيد مقدس عنا زي باقي الأعياد. وهذا الخضر عليه السلام حي يرزق، ولو أن الرومان قطعوا راسه بس احنا من آمن أنه حي يرزق، وكثير ناس طلبوه وأجاهم. بعدها تبادل المؤمنون التهاني في قاعة الكنيسة. للنورسات مارلين الحدوى، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.